فيش علاج عندنا وفيش دواء ولا أكل ولا شرب. هيا أنا عيانة معي أزمة في الصدر ما أنا قادرة العلاج أجيب. يشهد علينا الله ما أنا قادرة أجيب. شايفة وضعنا. الخيمة مطرت نقطت علينا الشادر موفية. هاي شايفة الحال شايفة الحال. والله الحال متعب يوم. والله تعبتنا الحال. والله ما أنا قادرة أتكلم. والله ما أنا قادرة أتكلم. والله ما أنا قادرة تعبانة. أزمة ما أنا قادرة. شادي بيرجع فعلا من الجو. فش أكل أكل فش فش غزة عندنا. صداع مسمن ودوخة هيك شوية دوخة ومعيس سرطان ومزمن وعلاجات بلقى همش ورعى الصيدليات على النقطة الطبية الهان حوالينا وعطونا حبوب فيتامينات وكل يوم باخذ واحدة حبة واروح على هذا المستشفيات ولا فيش اهتمام ولا في يقولوا فيش شي. روماتيزم يمه وبقيت قبل الحرب بتابع والله عند الدكاترة وبنجيب علاجات يعني بنحن ما من أول ما صارت الحرب يمه ما فيش علاج ما فيش بنروح بنلاقيش العلاج فيش علاج بالمرة يمه ما فيش إمكانيات إن الواحد يشتريه والله فيش مال يعني مصروف يعني ما صار للواحد إنه يجيب علاج لا في شغل للشباب قاعد يمه ولا حاجة حرب الدنيا يعني اللي بيطلع والله بنخاف عليه إنه يرجع ولا ما يرجع وزي ما انت شايف يمه والله ما بقدر احرك غير الاولاد بقوموني بقعدوني بصلي والله غير على الكرسي بقوموني الاولاد بقعدوني على الكرسي اصلي وهذا زماني لمعاير الروماتيزم والله بس مع الحرب لا في علاج يمه ولا شان الحين صار لنا سنه